قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. لمياء الأمير، فنانة شفناها وتابعناها في أعمال كتير ومميزة، والنهاردة في حلقتنا هنتعرف عليها عن قرب وهنتكلم عن مشوارها الفني الممتد لأكتر من 30 سنة. هنتعرف عن الفنانة اللي ظهورها في البرامج قليل جدا لأنها بتهتم بأعمالها الفنية بس، فتابعونا علشان نتعرف على الفنانة المحبوبة لمياء الأمير. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. لمياء الأمير من مواليد القاهرة، بالتحديد يوم 27 أغسطس 1957. كانت بتحب التمثيل وهي طفلة، وده اللي شجعها تدخل فرق التمثيل الموجودة في جميع مراحل تعليمها المختلفة. بس الحقيقة المعلومات حوالين دراسة الفنانة لمياء للفن في أي من معاهد التمثيل المتخصصة مش معروفة، وده لأنها قليلة الظهور جدا في الحوارات التلفزيونية زي ما ذكرنا في أول التقرير. بداية الفنانة لمياء كانت من خلال المسرح، وده طبعا اللي زود من خبرتها وخلاها ليها احتكاك بالجمهور مباشر، ودي ميزة بتميزها من أول مشوارها الفني. مسرحية عيلة ما حصلتش، اللي كانت من بطولة عبدالله فرغلي وفؤاد خليل ونهلة سلامة، ده أول عمل فني تظهر فيه الفنانة لمياء، وقدرت إنها تثبت نفسها وتظهر بعد كده في مسرحيات وسهرات تلفزيونية، وده كان في فترة الثمانينات. فوزير فطوطة اللي كان طبعا من بطولة الفنان الراحل سمير غانم، يعتبر أول عمل فني يلفت ليها انظار بصورة كبيرة ونجحت فيه جدا. وبنجاحها في الفوازير ظهرت بعدها بسنة في فيلم الحريف في دور نادية، وطبعا الفيلم من بطولة عادل امام. وقدرت الفنانة لمياء الامير خلال مشوارها الفني انها تلعب شخصيات مختلفة، منها الام والحبيبة وصديقة البطل، وكمان لعبت ادوار شر وقدرت تمثله بصورة محترفة. تعتبر الفنانة لمياء من الفنانين اللي قدروا يمثلوا في الاعمال الدينية والتاريخية برغم صعوبتها، الا انها اشتركت في اكتر من مسلسل ديني وتاريخي. وبرغم انها قدمت الاعمال التاريخية والدينية في اول مشوارها الفني، الا انها قدرت تمثل فيها بشكل محترف. قدمت من اول ظهورها لحد دلوقتي اكتر من 120 عمل فني متنوع بين السينما والتلفزيون وكمان المسرح والسهرات التلفزيونية. ومن الاعمال اللي قدمتها مسلسل العصيان في دور ناهد الغرباوي، وفيلم الكيف، ومسلسل القضاء في الاسلام، مسلسل نيران صديقة، فوزير احنا فين، مسلسل السقوط في بئر سبع، مسلسل ام كلثوم في دور صفية اخت الشاعر احمد رامي، فيلم عودة مواطن. في سابقة تعتبر جديدة صرحت لمياء الأمير إنها مش بتحب الماركات العالمية، وقالت إن ثمن الهدوم مش بيعبر عن قيمة البني آدم، وأكدت إنها بتختار من الملابس اللي بيليق عليها وبس، ومش بتهتم بسعر أو نوع الملابس اللي هتلبسها بقدر اهتمامها إن الملابس دي لايقة عليها ولا لا. ويعتبر التصريح ده تصالح مع النفس مع الفنانة، لأننا طبعا عارفين إن معظم الفنانات بيتسابقوا إنهم يلبسوا ملابس من ماركات عالمية. يا ترى رأيكم ايه في تصريح الفنانة لمياء الأمير، وهل يعتبر فعلا تصالح مع النفس؟ كان معاكم رشا رجب.